مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا المجز الإخباري. في ظهوره الأول، المتهم بتهريب الوقود والبشر في ليبيا عبد الرحمن ميلاد المعروف باسم البيجا يكشف عن خفايا التهريب، وذلك عبر فيديو على صفحته الرسمية بفيسبوك. يأتي هذا عقب إصدار داخلية الوفاق لأمر ضبط بحقه، هذا ويشار إلى أنه قد سبق إدراج اسم البيجا ضمن لائحة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ عام 2017. والله الزاوية عنده مهربين هلبة، تعال يا حبيبي، مش عندك مهربين هلبة؟ شركة البريك متاع الوحدات، متاع شنو اسمها هي، متاع طريق المطار، شنو هي؟ طلبية تطلع ب 8000 شنية. لما يجيو يديروا شير في الجهة الغربية يبنوه بنيك، منين يجي الورق؟ يجي من القصار، ما يوقع فيه صنع الله وغيره، صح ولا مش صح؟ تكلموا قولوا الحق. لما يجي تو مثلا يدو يقولوا مصفى المصفى المصفى المصفى، تعال المصفى برا خش للمصفى، شهادة مديك برا خش، لكن المحطات شنو هي؟ قامت شركة البريغا لتسويق النفط ببيع قرابة 20,000 اسطوانة غاز طهي بالمناطق الشرقية والوسطى، وذلك ضمن جهود توفير غاز طهي للمواطنين بكافة المناطق. وأضافت الشركة بأنها وزعت أكثر من 5 مليون لتر من البنزين، مشيرة إلى أن الفرق الفنية التابعة لها قامت بتوزيع أكثر من مليون لتر من وقود الديزل على شركات التسويق من مستودعات راس المنقار وتبرك. سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تطوراً وبائياً جديداً بتسجيل 31 حالة موجبة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 670، من بينهم 138 متعاف و18 حالة وفاة. هذا وأوضح المركز أن الحالات الجديدة سجلت في مدينة سبها وطرابلس وبن جواد ومصراتة والبيضة. وفي سياق متصل، دعا المجلس التسييري لبلدية الكفرة من جهته كافة اللجان المختصة بمكافحة فيروس كورونا إلى إغلاق المدينة ومنع التسلل إليها، وذلك بالتنسيق مع المنطقة العسكرية وكتيبة سبل السلام ومديرية الأمن بالمنطقة. هذا وطالب المجلس اللجان بتوحيد جهودها في سبيل تحقيق الأمن الصحي وحماية الكفرة، وذلك بتوظيف كافة الإمكانات لخدمة هذا الهدف. أفادت رئيس قسم القطاع الخاص بإدارة الخدمات الصحية بطرابلس بسمة الشريف بأن الأنشطة الصحية الخاصة ستستأنف عملها بدءا من الاثنين القادم، مؤكدة أن المراجعات الخارجية واستلام الملفات سيكون من شباك القسم كل يوم اثنين فقط. هذا وطالبت الشريف بضرورة التقيد بشروط السلامة الصحية واحترام التباعد الاجتماعي. وقبل أن نختم هذا الموجز مشاهدينا، نترككم مع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وآخر أسعار صرف الدينار مقابل سلة من العملات. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية الموجز الإخباري، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.